نزلنا النهارده مدينه كفر الدوار عشان نعرف راي الجمهور في عوده البرنامج على خط الشمس. ايه رايك في برنامج كره البلد؟ عبد الناصر زيدان ده؟ ده كويس خالص ان هو راجع والله تاني من اول تاني وجديد، ويتمنى بس ان هو يهتم بالدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، لان الدوري الممتاز الحمد لله في ناس متابعينه كتير، لكن احنا افتقدنا الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، ويهتم عندنا نادي هنا نادي رايه ده يعني لازم برضو يجي يسلط الضوء عليه، وكويس خالص ان راجع البرنامج لان احنا منتظرينه بقالنا كام سنه والله. السلام عليكم يا رجاله. ده برنامج كويس وبيغطي الدرجه الثانيه وبيغطي الانديه المظلومه. شايف البرنامج جه في محله وجه في توقيته؟ لا كويس، الناس كلها مهتمه بالدرجه الاولى بس ما حدش مهتم بالدرجه الثانيه خالص. شفت البرنامج الحلقه اللي فاتت؟ شفتها ان شاء الله. البرنامج عايز تقول ايه؟ انا بحب استاذ عبد الناصر زيدان، والبرنامج برنامج جميل جدا وبيدعم الفرق اللي هي مش واخده حقها في الدوري كده. بسم الله ما شاء الله، انا فخور بعوده البرنامج من الاسبوع اللي فات. بسم الله ما شاء الله، واحنا كلنا بنشجع الكوره لبلدنا وبنشجع مباراه بلدنا، وان شاء الله بامر الله نكون فخورين بعوده كره بلدنا. مقدم البرنامج اقول له يا اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر يزدان، كلنا فخورين بيك في كفر الدوار وبكره كفر الدوار وبملعب كفر الدوار. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك، واحنا فخورين بعوده البرنامج الاسبوع اللي فات بامر الله. والله احنا مبسوطين بعوده قناه عبد الناصر زيدان قناه الشمس، احنا كلنا يعني بنشكركم بالعوده تاني مره تانيه، واحنا كره بلدنا احنا مبسوطين ان انتوا رجعتوا تاني. والله والله فندم البرنامج ما شاء الله عليه يعني، وحاجه شرفنا ان هو راجع من تاني، وما شاء الله عليه ورب يستمر على كده ان شاء الله على طول يعني. فكده هو راجل محترم كده ان هو رجع لنا الليله دي زمايله كده. والله هو البرنامج هيرجع يتكلم عن المظالم، عن الدرجه الثانيه، عن الدرجه الثالثه، الناس ديت ليها فرصه اللي هي تاخدها برده. تبص اللي هي في ناس نجوم زي ما حضرتك قلت في بدايه البرنامج، ان في ناس طلعت من هنا زي الكابتن حسن شحاته والكابتن طارق والكابتن احمد ناجي، وفي لسه شباب صغير ممكن ياخد فرصه برده لو حد بص له. فالبرنامج ان شاء الله يساعد شبابنا. برنامج محترم بيقدمه راجل انا بحبه جدا، وياما اتكلم معايا واتصل عليا كتير وانا ماسك فرق في درجه ثالثه في مطروح. بحب انا الشخص اللي عنده قرار وعنده حياديه في الكلام من الناس المحترمه. الاستاذ عبد الناصر زيدان ربنا يوفقه ان شاء الله. دي كانت كل اراء الشارع الرياضي بمدينه كفر الدوار عن عوده برنامج كوره بلدنا والاسطوره الاعلامي الكبير عبد الناصر زيدان. نقرا لكم احداث هذا التقرير: محمد صلاح قاسم وفوزي البركاوي وعرسه محسن عوض لبرنامج كوره بلدنا. شكرا للصديق العزيز المبدع الأستاذ محمد صلاح وكل فريق عمل محافظة البحيرة، محمد مدير مكتبنا في البحيرة، مراسل محترم وزميل عزيز وإعلامي جميل، بشكره شكرا جزيلا وله مني كل التقدير. تقارير الشارع أنا بتفاجأ بيها والله، وما بشوفها نهائيا إلا على الهواء بصراحة. يعني الناس تكاد تجعلني أبكي لأن لم أكن أتوقع هذا الرصيد من المتابعة من الناس، واللي حتى اللي بيأكل كشري ممكن ما يكونش شافني ولا عرفني ولا عرفني ولا كذا ولا كذا. فمن ينتقدني له كل الاحترام والتقدير بشرط عدم التجاوز، ومن يتفق معي فوق دماغي، وأنا كمان أقبل رأسه على المتابعة وهذا الكرم من كل الناس. والله ربنا يكرمكم جميعا ودايما تفرحوني زي ما انتم بتعملوا وبتدعمونا بقوة، ولولاكم ما كنا في هذا المكان. الله في السماء وأنتم على الأرض، الحمد لله رب العالمين. وزعنا الحوار النهاردة سهرة طويلة شوية وهتعجبكم. أنا مختار بعناية فيها الضيوف. نادي الشمس مليون نسمة بالضبط، بتتكلم قرابة 300,000 عضوية عاملة، نقول متوسط 3 أولاد لكل عضوية، بتتكلم في 1,000,000 حد بيدخل هذا الكيان، 500 فدان من حيث المساحة، أكبر نادي على مستوى الشرق الأوسط على الإطلاق. إذن يستحق أن يكون في ثاني حلقة حوارية معنا في كرة بلدنا، وعشان كده اخترنا له النهاردة بعناية الكاتب الكبير والمؤرخ والسيناريست والناقد الفني والرياضي والكاتب
الناكب السياسي والوطني والمحترم عمنا الجميل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ضياء دندش. مساء الفل يا عم دندش. مش قادر اقول لك مساء النور على اللي انت بتقوله ده. كتير عليا يا عبد الناصر والله. لا لا كتير عليا فعلا. النهارده تخربش خربشه زي ما انت عايز يا حبيبي. ربنا يخليك، ما انت وحشتنا خربشتك. ومبروك ودايما يا رب كده في تقدم وتفوق وجماهيريتك زياده. ربنا يخليك يا رب. وما نقصتش، انت شفت القطعه شويه الفصله اللي انت عملتها دي ورجعت تاني شوف الناس بتتكلم الحمد ازاي. الحمد لله الحمد لله. ده حقك ربنا يخليك. محدش بيجاملك يعني الحقيقه. ربنا يخليك ودايما بتمتعنا بمقالاتك. ربنا يخليك. وبشكرك على كل حرف كتبته بعد رجوع البرنامج. دي اضافه فعلا. لا كتبت لا لا البرنامج اضافه للاعلام الرياضي. ربنا يخليك. دي حقيقه رب. لانك بتعمل حراك يا استاذ عبد الناصر. الحمد لله. بتعمل حراك في الوسط الرياضي فعلا يعني. ربنا يخليك. ربنا يوفقك رب. ايضا احد نجوم كره القدم في عصره وصديقي العزيز المدير الفني لنادي الشمس الكابتن طه شحاته محلل كرة بلدنا، بس النهاردة هنا المتحدث باسم نادي الشمس في هذه الحلقة. كابتن طه شحاته مساء الفل. مساء الورد. ده شرف عظيم لي ان انا اقعد معاك تاني وفعلا طبعا. الحمد لله على السلامه. الله يخليك. الله يخليك. والدنيا في منتهى الشياكه. اوعى تقول لي ده اختياراتك، دي اكيد المدام. لازم اتعلم منك. لا لا بس دي اختيارات المدام. لا 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 لا, لا. تربيتك. لا 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 الكابتن طه من الناس اللي عندهم رقي جامد في المعامله يا جماعه. دمس الخلق وشديد الحياء وفاهم ومطلع ومذاكر وحد من الناس الذين يستحقون الدعم. وبإذن الله الشمس هيرجع على أيديه إلى مكانه الطبيعي في دوري الممتاز به بإذن الله. المهمة صعبة، الله يكون فوقنا. ربنا يخليك يا أستاذ عاصم. إن شاء الله بإذن الله نعمل حاجة كويسة السنة دي. وفي الحقيقة إحنا معانا رئيس نادي من الناس المحترمة جدا والمخلصين جدا جدا للنادي. إحنا بقالنا فترة طويلة قوي محرومين من الدعم. السنة دي عندنا دعم، وهو في الحقيقة الرئيس ومجلس الإدارة مش للكرة بس، لكل الألعاب. احنا ما شاء الله عندنا مجموعة كبيرة جدا من الألعاب. ما شاء الله عندنا الهاندبول دوري ممتاز، احنا تنس طاولة على فكرة لسه طالع دوري ممتاز برضو السنة دي. تقريبا كل الألعاب دوري ممتاز ما عدا الكورة. فاحنا مهتمين جامد جدا بكل الألعاب، واحنا نبنى جزء برضو من الاهتمام. هو ماشي في كل الخطوط بره اللي كده مع بعض، وان شاء الله نعمل حاجة كويسة. احنا جبنا مجموعة مميزة جدا من اللعيبة، معنا جهاز محترم قوي، فالسنه دي الدنيا ماشيه بشكل كويس جدا جدا، وده على غير العاده من السنين اللي فاتت. فان شاء الله نعمل حاجه كويسه السنه دي ونطلع. جبت كام لاعب يا كابتن طه؟ احنا لغايه انا ابقيت على حوالي 7 لعيبه من السنه اللي فاتت. 7 لعيبه مميزين، وعملنا شويه صفقات كويسه جدا. تقريبا حطينا لغايه دلوقتي 21 لعيب. بس انت اتفرجت على مجموعه شرسه كبيره جدا. كانت يعني فرصة. يعني انت اديت لعينيك حقها في الرؤية. خدت وقت طويل علشان اللعيب اللي هيقعد معاك هيكمل معاك سنة كاملة. فانت محتاج تشوفه في كل الاوقات. عملنا ماتشات ودية قوية قوي، لان ده محك قوي تقدر تشوف فيه اللعيب بشكل واضح، امكانياته تبان بالشكل الواضح مع الفرقة القوية. وده جانب من التدريبات بتاعتكم، انت بتشتغل صبح وبعد الظهر. تشتغل الصبح بدري. احنا عملنا اعداد الفتره اللي فاتت، فاحنا في بدايه الاعداد كان بيبقى اعداد عام. فكان كله بقى جلد عضلي وجلد عام تنفسي وجري بشكل معين كده، وبعد الظهر كنا نبتدي نشتغل في الكوره. وان شاء الله الفتره الجايه بقى هنبتدي نشتغل في التخصص والمباريات الوديه عشان الدنيا تمشى برنامج شكله كويس. دي مجموعه مميزه من الفرقه اللي تقريبا استقرينا عليها، وما شاء الله ادائهم متميز جدا الفتره اللي فاتت. وانا تقريبا كل فتره كده بنعمل شويه قياسات عشان نعرف احنا وصلنا لا فين. انت متميز في ده. انا يعني عرفت بحاول. انك انت متعاقد مع مركز قياسات كمان جامد جدا. دي حقيقة. يعني وانا بوجه الشكر للناس لانك انت حكيت لي قلت لي واحد من افضل مراكز القياسات في مصر على الاطلاق. دي حقيقه. دي حقيقة ما شاء الله. عشان كده الدنيا ماشيه بشكل منظم جدا. وان شاء الله على بدايه الدوري هنكون احنا وصلنا لتوب فورم او فورمه المباريات، وان شاء الله ننافس من اول ثانيه مش من اول مباراه ان شاء الله. خلي بالك مجموعتك قبل ما اروح لعم ضياء، مجموعتك مجموعه ممتاز به، مش مجموعه درجه ثالثه. دي حقيقه. الدوري قوي جدا السنه دي. يعني حتى انا لسه بتكلم بقول الممتاز به دوري ممتاز، وانا بقول لكم مجموعه الشمس يا جماعه من دلوقتي تابعوها اعتبروها تتساوى بدور الممتاز به.
هي حقيقة. احنا السنة دي اخترنا بشكل مميز. يعني حضرتك عارف طبعا استاذنا دايما اي فرقة بتنافس او اي فرقة عندها مقومات النجاح عندها اربع محاور رئيسية. لو محور منهم وقع او اربع او مدى رئيسية. لو محور منهم وقع او عمود وقع التلاتة تاني ما لهمش لازمة. مجموعة مميزة من اللعيبة وحصل. عندنا جهاز بشكل مميز جدا عنده خبرات كويسة. عندنا امكانيات كويسة قوي وعندنا سيستم اداري. الاربع عواميد دول السنة دي موجودين بشكل قوي. ورئيس النادي بيراقب علينا كل يوم. فالدنيا ماشيه بشكل كويس الحمد لله. يعني حاجه مرعبه. شوف الشمس واتحاد الشرطه ومصر للتامين واسكو والمرج. مرعبه. وكل الناس السنه دي عندها امكانيات. يعني كل الناس دعمت السنه. وخلي بالك كل بلاستيك وبهتيم وبنها كله. كله مفيش ماتشات صعبه. هتلف كعب داير. لو بعد كده ايه البلاستيك حبايبنا في شبرا الخيمه لهم كل التحيه والاحترام. والمرج في كلمه قلتها رائعه. كله صارف وكل بص انا حاسس ان الممتاز بيه والدرجه الثالثه السنه دي وكان الناس هتلعب اخر مره كوره في حياتها. ده حقيقه. الكل مستعد. كله عاوز. كلنا عندنا طموح. فكل الناس عايزه تطلع بقى للدوري الممتاز بيه. هو تقريبا بدايه يعني بدايه الشغل. احنا كده بنشتغلش. عايزين نطلع على وش الدنيا زي ما بيقولوا. فانا هتكلم واقول لك على حاجه يا كابتن عم ضياء. حرفنه اللي صارف ومهتم لو طبق دوري المحترفين 22 23 هيهبط 11 فريق من كل مجموعه. تمام. في الممتاز به. تمام. فاصبح افضل ليك ان تكون في الثالثه وتصعد افضل ما تكون في الممتاز بل انك هتهبط. بالظبط. تخيل 11 يهبطوا. فانت عشان كده بتاع التالتة قال لك اسهل سنه ليا ان انا اكون في المحترفين. صح. لو ما طلعش مش هيعرف يطلع تاني. تاني فعلا. زي ما احنا كنا بنتكلم بره دلوقتي. بالظبط. طب متابع انت طبعا نادي الشمس ده له في مكاننا في قلبنا مكانه خاصه. طبعا. احنا رحنا زرنا نادي الشمس والدكتور اسامه ابو زيد اللي انا بحييه صديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير نائب رئيس تحرير اخبار اليوم عضو مجلس اداره مؤسسه دار اخبار اليوم رئيس لجنه ضبط الاداء الاعلامي الرياضي بالمجلس الاعلى للاعلام رئيس تحرير اخبار الرياضه رئيس نادي الشمس. استقبلنا شايف استقبال حافل جدا. وكان المحترم الاستاذ احمد الدغيدي العضو المنتدب ورئيس القناه كان موجود. وده درع تكريم لرئيس القناه يا استاذ ضياء. بص عايز اكلمك على نادي الشمس كده كذا حاجه بسرعه. انا دلوقتي يمكن اتخضيت خضه قصادي الكابتن طه واحنا في الاوضه جوه في الاستراحه قبل ما اخش هوا. اما بقول له لقيته بيتكلم مع وليد في الاستراحه. فانا فهمت من الكلام ان الشمس في الدرجه الثالثه. انا ما كنتش اعرف. فاتفزعت. لا اتفزعت بجد وزعلت. الشمس ليه اسم يا جماعه. ما ينفعش يبقى في الثالثه. طبعا يعني انا زي مثلا وده ثقه للمسؤوليه على الكابتن. ده اصل الشمس من الانديه اللي ليها اسم كبير جدا جدا في وسط الانديه بتاعت مصر. لا شايف الروعه حتى في الدرع والتكريم. شايف الامكانيات البنيه الاساسيه. اسامه ابو زيد ومجلسه مع حفظ الالقاب عملوا انجازات تصل الى الاعجاز داخل نادي الشمس يا استاذ ضياء. بص انا ما دخلتش نادي الشمس تقريبا من سنه. خلاص كنت معزوم هناك يعني مع اخويا واللواء عبد المنعم الحاج ومجموعه لطيفه كده هناك بيقعدوا. فعزموني في مره اروح اقعد معاهم. قريب قوي من شهرين او ثلاثه بعيدا بقى عن المجموعه دي. في بعض الاعضاء هناك معظم الاعضاء يعني اعضاء كتير من اصحابي رجال وسيدات وعائلات يعني بيتكلموا على التطوير والتجديد والتحديث اللي حصل في نادي الشمس كانشاءات وكملاعب. وكابتن طه بيتكلم على ان الدعم زاد السنه دي او اتعمل السنه دي وما كانش فيه قبل كده. بص النادي اللي عايز ينجح بعيدا عن الكوره نجاحه بيجي من مجلس الاداره وبيجي من الميكانيزم اللي رئيس مجلس الاداره بيتحرك فيه او بواسطته والخطوات اللي بيتخذها
بالاتفاق والتفاهم مع اعضاء المجلس. واخد بالك المجالس اللي بتنجح اللي ما فيهاش عك ولا لكلكه، يعني ما تسمعش خناقاتهم، ما تسمعش نقاشاتهم، خلافاتهم. الشمس من الانديه دي كده اللي هي قافله على نفسيها. اسامه ابو زيد، انا بقول اسامه ابو زيد مع احترام الالقاب، بس خلي بالك بس عذرا للمقاطعه، ده مش قافل على نفسه من فراغ، تخاض معارك حتى يصل الى هذه المرحله، لان في ناس كتيره اعداء نجاح شككوا في انجازات وشككوا في حواديت يا كابتن طه. النهارده بالذات بالظبط، وعلى فكره النهارده هم قتلوا بما حققه من انجازات على ارض الواقع. على فكره الناس اللي انت بتقصدهم دول من جوه النادي، ايوه طبعا، ومناصب جوه النادي واعداء نجاح طول الوقت. واخد بالك اللي اقصده ايه؟ ان هو قفل على نفسه مع مجلس الاداره، مع المجموعه التنفيذيه اللي جوه النادي، وبدا يشتغل في صمت. الشهاده اللي جات لي دي الحقيقه، لما انت بتقول لي هنتكلم عن نادي الشمس والكابتن طه هيبقى ضيف معانا وكده، انا لقيت نفسي عندي حصيله من السعاده ان النادي بقى كده. انت عارف دلوقتي كل نادي هتقولنا الدكتور اسامه يا جماعه والاستاذ ضياء بيتكلم كده عشان نوري الناس الابهار والاعجاز اللي حصل داخل نادي الشمس. الحقيقه اللي سمعته كمان ان الملاعب هناك والصالات والقاعات اللي موجوده في النادي والمسرح والحاجات دي كلها تم تطويرها بشكل، بص الممرات لا 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 الكلام ده حقيقه ما شفناهوش. لا 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 شيء مشرف يعني. وبعدين زي ما احنا بنتكلم بنقول ان ده التقسيم الاداري الجديد لمجلس الاداره وقيادات النادي اللي بيديروا النادي. شوف الممر وتقسيم المكاتب، نظام تحس بالنظام، تحس ان في نظام في الشغل جداً. تحس ان في نظام في الشغل. وبعدين اصل انت عارف لما اسامه ابو زيد ينجح دورتين ورا بعض، واخد بالك، بمجلسه بالكامل، حلو كويس، ده دليل على ان الاعضاء حاسين ولمسين على ارض الواقع، مش كلام ولا شعارات انتخابات ولا كلام من ده، باللي عمله في اول دوره. وقبل ما يبقى في رئيس مجلس اداره، اعتقد ان هو كان عضو مجلس اداره كذا دوره، واخد بالك، مره بالتعيين تقريبا ومره بالانتخابات او مرتين بالانتخابات. فده معناه ان الراجل جوه المطبخ وعايش مع الناس جوه النادي، فعارف ايه اللي محتاجينه. لما جه وربنا اداله الفرصه ان هو يبقى رئيس مجلس اداره ويبقى مسؤول عن الـ 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 عن الهيكل ده او عن السيستم ده، نجح ب 20,000 صوت. طبعا دي انا لسه كنت هقول لك، ما اتسبقتش قبل كده. طبعا واخد بالك، فده دليل على انه حاطط ايده على بحيره صناعيه رائعه وممشى يا جماعه تحفه وتاريخي. ما كل ده جماليات للنادي. استاذه دعاء بركات عضو مجلس الاداره، كريمه ونجله المستشار هشام بركات، الشهيد هشام بركات، معالي النائب العام رحمه الله عليه، طبعا شهيد الوطن، وامين الصندوق، واعضاء مجلس الاداره، ونائب رئيس النادي، الكل كان معانا في هذه الجوله مع الدكتور اسامه. وآية مدني طبعا عضو مجلس النواب، الصديقه العزيزه والنجمه العالميه. هنا بيتكلم عن مفاجاه كمان، وملاعب هتتعمل، وحمام سباحه مغطى للسيدات في هذه المنطقه. يعني تخيل انت، بيشرح خلال قد ايه هتيجي هنا تلاقي حمام سباحه مغطى للسيدات. كابتن طه يمكن شايف، اتفضل يا كابتن طه. ودي من الحاجات المميزه قوي اللي هي جديده في الانديه، انه يبقى في حمام سباحه حرام لك كده بنقول عليه. وده معمول ان شاء الله هنستلمه على السنه الجايه، ومعمول بشكل حاجه محترمه قوي قوي قوي. لو فرجك على الديزاين بتاعه كنت هتتبسط بيه جدا. هنستلمه السنه الجايه، ومش بس بقى الجزء ده، انا عايز اضيف انه النادي تقريبا على المساحه الكبيره بتاعته دي تقريبا كل جزء اتطور فيه واتعمل فيه اعلى حاجه. كل جزء في النادي، مجموعه الملاعب كانت منهاره تماما، يعني احنا الدرجه الاولى فريست تيم مش لاقيين فرقه اصلا، مش لاقيين مكان نتمرن فيه، الملاعب كانت وحشه جدا. النهارده عندنا استاد عالمي، يعني ما مش ينفع نتكلم فيه. من الابداع بتاعكم الاستاد، واحنا يا ريت تجيبوا لنا الاستاد يا جماعه، الاستاد مخليه للماتشات وبتتدرب
على ملاعب تانية. عارف انت فلوسك كتير قوي. ايوه عندي ثلاث ملاعب كويسه قوي. اهو شايف الاستاد الدكتور اسامه ابو زيد لما صاحبنا الاستاد. اتفضل يا كابتن. الاستاد حتى كمان بعد ما اتعمل اتجدد تاني السنه اللي فاتت واتعمل تراك كتير جديد كمان. طريقه الري بتاعه الملاعب اتشالت كلها وبقت الجنات الجديده دي اتعمل ابراج. انا بس عايز اوريك هنا روعه الدكتور اسامه ابو زيد. وقف في الحته دي اللي قطعوها كان نفسي ما يقطعوهاش. وقف على مساحة ثقب لا يزيد عن سنتي في سنتي على التراك علشان يتصين وهو واقف قبل ما يمشي. رجعه فعلا. والملعب ثقب يا جماعة سنتي في سنتي. قلت له ده هيعمل ايه؟ قال لي لا ده ممكن مية تعمل كذا تعمل كذا. شايف شكل الاستاد رائع. بص انا عايز اقول لك حاجة. اللي هو عامله ده احنا بنسميها تركيبة النجاح. شايف التوليفة بتاعت النجاح. واخد بالك؟ تعالى بقى هقول لك على جزئية تانية مهمة جدا. هيعمل ده كله منين اذا ما كانش انسان ناصح وذكي في توفير الموارد طبعا من اكتر من مجال. المجال الاستثماري، المجال الاقتصادي، المحلات اللي معمولة جوه والكافيهات والفندق. دعم الدولة والوزير والفندق. الدكتور اشرف صبحي حكالي ان الدكتور اشرف صبحي صبرت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي امر بان السور يتعمل وتطوير لا محدود وكان معدي من قدام نادي الشمس. فزاد حقيقة. ذلك النادي تشريفا. دي حقيقة. فده كله بقول لك دي توليفة نجاح مع اعضاء مجلس الادارة اللي معاه بيقدر يقود الكتيبة دي ان هو يوصل للمستوى الرائع والجمالي الهايل والانشائي اللي احنا شايفينه ده من قدامنا. طبعا عمل حاجة كمان جديدة في يعني اول مرة تعمل في الاندية. اخترع حاجه اسمها 9 سنين. يعني اصحاب المطاعم واصحاب المشاريع اللي جوه في النادي احنا دايما اي حد بيأجر الحاجات اللي جوه دي المطاعم او المشاريع اللي في النادي مده المجلس اللي هي دايما 4 سنين. فهو جاب موافقه من وزاره الشباب والرياضه وراح على كل مشروع. اخذ لجنه كده مميزه راح على كل مشروع وحط تطوير للمشروع ده. تعمل اللي حواليك هنا رخام، تعمل هنا نافوره، تعمل شيك المنطقه بتاعت كل واحد وهدي لك 9 سنين. يعني انا كصاحب مشروع لو هاخد 4 سنين غير ما هاخد 9 سنين. طبعا لما هاخد 9 سنين هصرف كويس عشان اعرف اكسب كويس. طبعا فدي كانت حاجه جديده تتعمل في تقريبا اي نادي في مصر. فاتعملت ونجحت وتقريبا الغالبيه العظمى من النادي دلوقتي كلها اتطورت بالشكل اللي احنا شفناه. الوزير سنده بقوه في ده لانه كان لازم وفقوا على بالظبط. طبعا بص انت في العصر الذهبي للاستثمار الرياضي في عهد اشرف صبحي. دي حقيقة. عشان تبقى انا بس عايز اوريك بس من ادق التفاصيل. وهو وانا بنال شرف ان ناخد درع نادي الشمس بيشرح لي كيف بدا من تغيير اللوجو. لان انا لفت نظري اللوجو حلو جدا فاتضح. بص مش عايز احكي لك اللي هتسمعه بس يا ريت نسمع كده يا استاذ جمال ابو المكارم استاذ اشرف انور رئيس التحرير لان قصه اللوجو دي بتحكي. اللي اهتم بالتفاصيل الدقيقه دي يا جماعه لازم تديله تعظيم سلام. اتفضل. يا جماعة اللي انتوا شايفينه ده اللوجو بالتحديد ليه قصة وليه حكاية انا عارفها بس الدكتور اسامة هيحكي لكم لاني احلى حاجة شفتها في النادي في التطوير قصة اللوجو والتغير اللي فيه. احنا لما جينا المجلس الادارة الموجود حاليا فيمكن كان اللوجو قديم شوية وكان اكيد كان ليه قيمة لكن قيمته بالتأكيد كان مع كل الشعارات الموجودة في الاندية الاخرى كان ضعيف شوية. فيمكن عملنا مسابقه كان زمان زي واحنا فاكر كان الشعار اللي هو الراجل واحد ماسك رافع ايده اكيد كان بيقول يا رب بس كان تقليدي يعني ما كانش بالشكل بالشده دي. احنا قلنا عملنا لوجو كويس قوي عملنا مسابقه وكان فتحنا الباب لكل اعضاء النادي ان هم يعملوا شعار لوجو. كان اللوجو كان قبل جميع العموميه مش كده ولا ايه؟ كان قبل جميع العموميه ويمكن الله يرحمه المهندس صلاح الدمير الله يرحمه كان عضو النادي وراجل قيمه كبيره جدا افتقدناه كان هو اللي كسب الشعار ده.
ودخل لون الشمس مع لون الاورنج مع الازرق، وده مثبت في الجمعيه العموميه يعني في لائحه النادي كمان اللي احنا غيرناه، قلنا شعار النادي شكله كذا، الجزء الاعلى كذا بقى موثق. ويمكن بعد كده كمان عملنا اللي هي القصة ان احنا بنؤكد ان بيسموها حاجه يا جماعه اسمها ايه، اللي احنا لوجو النادي يبقى بياخد العلامه التجاريه، العلامه التجاريه والتوصيق. مظبوط. عملنا علامه تجاريه والتوصيق والتوصيق، لان كده مش محدش يكرر ده، محلات كتير جوه مثلا النادي او بره النادي او في مصر الجديده بتبيع شعار النادي، بقى ده بقت علامه تجاريه خاصه بينا بمجلس الاداره. يمكن دي من ضمن الحاجات اللي احنا طورناها.